أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الأحبة، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج قصة نجاح والذي يبث عبر شاشة قناة الفلوجة. هذا البرنامج الذي يأخذ على عاتقه إظهار المواهب والإنجازات الناجحة لأبناء هذا البلد العظيم، نتعرف نحن وإياكم على قصص ملهمة ونابعة من إشراقة رائعة تلهم كل من أراد الوصول إلى أعلى مراتب النجاح والتفوق. سنتعرف نحن وإياكم مشاهدينا على قصتنا الأولى لهذا اليوم لشاب طموح عرف كيف يصل إلى هدفه رغم كل الصعاب، لنتعرف عليه. اسمي احمد السلام، مواليد 93 من محافظة الانبار قضاء هيت، خريج جامعة الانبار قسم اللغة الانجليزية، ليدر جروب HHU، منسق المسار الفني بمنتدى السلام بيت، وخريج اكاديمي التابعة لمؤسسة الاصوات الامريكية، مؤدي راب، اول مؤدي راب يحيي ثقافة الهبوب بمحافظة الانبار، واشتغل بمجال الهندسة الصوتية والمونتاج داخل الفريق. بالنسبة للأحلام بصراحة هو حلم قديم وبدينا نحققه شوي شوي. يعني أنا من قدمت على الجامعة ب 2011 انقبلت قسم اللغة الإنجليزية، يعني كان معدلي بالسبعين، فردت أروح فنون، فماكو يعني موضوع أنه أنزل من الإنجليزي أروح للفنون، اعتراض من العائلة وهم من المجتمع، وماكو أصلا معهد أو كلية كانت أو مؤسسة تدعم الفن بشكل عام بالأنبار، فظل هذا الحلم ببالي، يعني من خصوصا من وراها ورا سنة أسست الفريق وبدأت أشتغله لحد الآن، أريد إنه المساحة تدعم الفنون يعني تلم المواهب والفنون داخل المحافظة، وجاي نحقق هذا الحلم شوي شوي. بصراحة كانت بدايتي يعني كنت مهتم ومحب للفن والموسيقى الغربية والشرقية، بديت أسمع يعني أستمع للأغاني الغربية، أجيب كاسيتات من محلات وما أعرف اسم المغني ولا أعرف اسم الأغنية، بس أسمع لأن أحب الإيقاع وأحب الكلمات مالتهم. دخل الإنترنت وبدينا يعني من ندخل على الإنترنت أكتب مثل اسم المغني، أطلع الكلمات أحفظها، بديت أطور نفسي، بديت أعرف الفن الغربي بأنواع، بيراب بيروك بيارنبي إلى آخره، فطورت نفسي شوي شوي. وراها بديت أستمع لأنواع الألحان، أنواع الموسيقى، وبديت أطور نفسي بموضوع الكتابة، وشوي شوي لما دخلت مجال الراب سنة 2012 نزلت أول أغنية كانت بمنتدى بالراب، وراها دخلنا المجال للسوشيال ميديا، الفيسبوك إنستغرام ويوتيوب وغيره، وانطلقت عبر قنوات الفريق ب 2013. بصراحة هذا الفن جديد على المحافظة، خصوصا نحن من طلعنا ب 2012-2013 يعني كان فن مو بس جديد، يعني احنا كان اصلا الفن بشكل عام بس الشعر يجوز موجود، الغناء قليل، شلون عاد لو فن الراب واللي هو من ضمن ثقافة الهيب هوب، فكانت صعبة بمحافظة يعني بعيدة عن يعني هذا الفن. بدينا ندخله يعني بلون شرقي على مود نقربه للبيئة مالتنا، ورا خصوصا فترة ورا فترة التحرير بدينا نطلع بمهرجانات اكثر، يعني بدينا نواجه هذا الشيء انه مو بس احنا نظل بموقع التواصل الاجتماعي محبوسين، لا نواجه هذا الشيء على مود انه نطلع. قد يكون الحلم او الهدف الذي تسعى الى الوصول اليه يحتاج الى جهد ومثابره، لكن مع الايمان بهذا الهدف وايمانك بنفسك تتلاشى كل المستحيلات وتصبح الدروب سهله والطموح اكبر. يقول هنري فورد مؤسس شركة فورد لصناعة السيارات، سواء اعتقدت بأنك تستطيع أو أنك لا تستطيع، في كلتا الحالتين أنت محق، لذا مسألة النجاح تتعلق بنجاحك وبإيمانك بنفسك. لنتابع البقية. صار لي فترة غايب عن الساحة على الحان، وهسه من هيت الهيت أطلق العنان from the وسع، من الغربية نقدم فن حر نظيف لكم مو مثل بقية، واقف على الستيج ابن الغربية الهيتي، أتكلم بفلوات والقاف هويتي، القاف هويتي هي التي زادت فصاحتي بلاغتي وحنكتي وحكمتي. يو يجينا من underground نقدم رسالة فن عنوانه التميز والنجاح والنهاية طموح المحن، ابن النواعير حضر قدم كلام مسموع ما في منه مفر، وبلهجته قادم مدفوع فوق التوب مرفوع، ما متعلم للخضوع سالك درب السلام بلا استسلام أو رجوع. الصعوبات اللي واجهتها طبعا كثيرة،
من ضمنه يعني بدايتي كانت اكو انتقاد واكو رفض من الاهل، وظليت عن فترة انه دا احاول انه اقنع بيهم واسمعهم الفن اللي جاي اقدمه، الامور يعني التراكات اللي جاي اكتبها. وراها واجهت انتقادات وصعوبات من المجتمع، يعني دا يأثرون هم على الاهل يعني بنفسهم، وبنفس الوقت طبعا واجهت صعوبات بدايتي بالمعدات، يعني كانت معدات بسيطة اسجل بيها، كنت مسوي عزل بالغرفة مالتي بالكنتور، عزل صوتي، والمعدات المايكروفون واللابتوب كان معدات بسيطة جدا. بصراحة معلمي الأول والأخير هو عالم الإنترنت، يعني طورت نفسي عن طريق الإنترنت، وكان الدفتر والقلم وياي، اللابتوب أطور نفسي بمجال الهندسة الصوتية أيضا، لأن بذيك الفترة ما كانت أكو أكاديمية أو مؤسسة خاصة بفن ثقافة الهيب هوب بمحافظة الأنبار، ما كان أكو هيب هوب أرتست بمحافظة الأنبار، ما كان أكو محلات بيع أجهزة صوتية، ما كان أكو استوديوهات داخل المحافظة، فكنت بغرفتي يعني وأنا ولابتوب والقلم والورقة وعالم الإنترنت، طورت نفسي وصقلت موهبتي عن طريق عالم الإنترنت. حتى السقف اللي ساترني، حتى بهذا جيت تضرني، ساكت بس انت لتجبرني، نازل اخذ حقي، اللي اخذته حق الفقرة رحم الناس، يل ما عدكم ذرة رحمة ولا احساس. بعدني لابس الشماغ من كارثة العبارة، خاف انتو ناسين اذكركم بالعبارة، ناظر للوطن شماغي كفن وهم عبارة، لا لغات ولا شفرة مورس وصلت الاشارة، انا عراقي قبل ما اتلون بطائفة وعرق، بيني وبينك كرسي بس وطني. طبعا البيئة اللي احنا بيها صعبة، يعني صعبة جدا، وانت بكل مكان راح تلاقي شخص مؤيد وشخص معارض لأي فن تتقدمه. اول ما بدينا مثل ما يعني قلت ان البيئه صعبه ما تقبلت الفن اللي جاي نقدمه بطريقه يعني سهله، فبدينا ندخل الفن نمزجه بثقافتنا، يعني بدينا اول ما رجعنا ورا فتره مثل التحرير بدينا نطلع حملات تطوعيه رسم بالروضات والمدارس، اعاده تهيئته للصبغ يعني ورسم أكثر من روضة أكثر من مدرسة كانت متهدمة فترة داعش، فرجعنا الحياة بهاي الطريقة، بدينا نطلع حملات تطوعية إلى آخره، بدينا نمزج الفن والموسيقى اللي جان دخله فن شرقي يعني على مدى تكون قريبة من المجتمع. هم راح نلاقي طبعا ناس راوضة وناس مؤيدة، بس احنا أكيد راح نستمر بالناس اللي شجعتنا والناس اللي وقفت ويانا. من هنا بدأ أحمد يفكر بإنشاء فريقه الخاص مع أصدقائه من خلال التعاون فيما بينهم لنشر هذا الفن والفنون الأخرى. قيمة التعاون هنا تظهر جلياً عندما نتجاوز كل الصعاب بروح واحدة وبتعاون مستمر. لنتابع بقية هذه القصة. أول شخص وقف وياي ودعمني هو الشهيد الإعلامي صهيب الهيتي، وطبعا هو ابن عمتي وكان أول شخص داعم لي وأسسنا يعني الفريق ودخل ويا الفريق أول واحد، وراها يعني دعموني المنتدى مالتنا والناس اللي واقفين ويانا، الناس اللي من جمهورنا من متابعينا، وبدينا إنه إحنا بيهم نوصل أكثر وأكثر للناس والمجتمع. طبعا أتذكر أول عمل فني نزلته كان ب 2012، كتبت أغنية تراب وشغلت لحن بسماعة على الحاسبة، وكان عندي موبايل نوكيا ديسك تسجيل يعني، وبدأت أسجل يعني تسجيل مباشر لا هندسة صوتية ولا شيء، ونزلته بمنتديات كانت خاصة بعالم الراب، والناس طبعا الناس كثير انتقدتني، بدأت تنتقد الهندسة الصوتية رغم أنه ما كانت أكو هندسة صوتية بالعمل، انتقدت الكتابة انتقدت الأداء كثير أمور، بس بصراحة الانتقاد ما خليته يعني أخذت منه الشيء الزين والشيء المو زين تركته على صفحة، طورت نفسي أكثر، بديت أتابع بديت أسمع الحان أكثر بديت أكتب إلى أن وصلت النتيجة الحالية يعني النتيجة مقبولة أو نقدر نقول جيدة، ونفسهم الأشخاص اللي كانوا يتقدوني بدأوا يتصلون بي إنه يسألون على إنه شون خرجت أعمال هسه بكواليتي زينة، شون لميت الشباب، شون بدينا نقدم أعمال مو بس إنتاج صوتي، بدينا نقدم أعمال بإنتاج صوتي وإنتاج مرئي يعني بطريقة جيدة. طبعا أسست الفريق بسنة 2013، وبدينا بالبداية إنه نختار اسم للفريق، اختارينا HHU اللي هو اختصار كلمة Hip Hop Unleashed اللي معناها كسر القيود واطلاق العنان لفنون وثقافة الهيب هوب والفنون المعاصرة. بدينا احنا تقريبا
أربع أعضاء وبدينا نلاقي المواهب مثل شاعر مغني رسام بدينا نلمهم تقريبا صرنا 7 إلى 10 أعضاء ظلينا اشتغلنا يعني على الفريق ومواقع التواصل الاجتماعي سوينا صفحة على الفيسبوك سوينا قناة على اليوتيوب بدينا ننزل أعمالنا من 2013 صارت فترة التهجير طورنا نفسنا من طلعنا يعني كل شخص طالع الشخص طالع البغداد الشخص طالع الأربيل السليماني طور نفسه بالمكان اللي هو بي لكن ظلينا متواصلين مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة التحرير نزلنا استمارة للفريق يعني نلم بيها الأعضاء اللي موجودين من مواهب من فنون هسه صرنا تقريبا 60 عضو شباب وبنات من مختلف مناطق الأنبار وهذا الفريق يعني صار بهالطريقة. أنا ما أحتاج الفتوى حتى دافع عن أعراض وغيري لو دا صبر حمومة ما عنده أي اعتراض جاي بروحي وبدمي وحقي أنا ريده كيف تريد تقنعني كم فيلس وتغريده كم معمم طلع وحجي وهدد بخشوع والحكومة يمت تطلع وتضربني بالدموع بزمن رسول ما سووا اللي سويتوا بالثورة الكفار أحسن منكم أحسن من هالعيشة المرة تريدي أسكت وانت بيدك قتلت كم شهيد باقي أصرخ أنا والشعب وانت دز كم تهديد احنا دام كل ثورة نشعل الشموع هالمرة بحركتي راح اجيلك طبعا هو كل فريق يبدأ يعني يبدأ بمشواره اكيد ما راح يلاقي يعني بالبداية ما راح يلاقي دعم فاحنا بدينا دعمنا ذاتي نلم من بيناتنا وبدينا نشتغل بالمعدات اهم مشاركاتنا طبعا كانت مشاركاتنا بمهرجانات المنتدى الاجتماعي العراقي مشاركاتنا بمهرجان بيت تركيب مهرجان الطائرات الورقية طبعا هاي بغداد مشاركاتنا بمعرض أربيل الدول للكتاب وكانت عندنا مشاركة ببرنامج يس أكاديمي تابع المؤسسة للصوت الأمريكية وعندنا مشاركات طبعا بداخل محافظة الأنبار يعني أغلب المهرجانات والإيفنتات صارت بمحافظة الأنبار إحنا كانت عندنا مشاركات بيها والجائزة اللي حصلناها هي جائزة من يس أكاديمي طبعا أهدونا معدات صوتية هاي الجائزة كانت يعني ثمينة بالنسبة لنا لأن كانت المعدات اللي عندنا ضعيفة فكانت هاي الجائزة الأولى وجوزها الوحيدة اللي يعني استلمناها خلال فترة مشاركات طبعا عندي نصيحتين هي أول نصيحة للشباب الموهوب وللشباب اللي عنده فن إنه يشجع إنه يطلع هذا الفن للناس إنه يعني يسقل موهبته يطور موهبته حتى وإن كان بالإنترنت تابعنا قصة أحمد وكيف استغل مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت لأجل هذه الموهبة فحاز على النجاح والفائدة في آن واحد وبالرغم من غرابة هذه الموهبة في هذه المحافظة إلا أنه أراد شيئا فوصل إليه وصلنا إلى ختام الجزء الأول لحلقتنا لهذا اليوم الجزء الثاني بعد الفاصل أهلا ومرحبا بكم من جديد سنتعرف على قصتنا الثانية لهذا اليوم لشاب طموح وذكي وذو ابتكارات ناجحة في هذا المجال لنتابع التشجيع الرئيسي هو نفسي يعني صراحة يعني أنا مؤمن بشغلة أنه أنت لا تنتظر شيء من الناس وإنما أنت أبدأ تحرك ليش؟ لأن إحنا كل شخص لازم يكون يتأنى باختيار هدفه راح يحاول أنه يسويه بحياته لأن هذا الهدف اللي راح يختاره هو راح يعرفه بعدين بالأخير هو منه وشنو فصراحة أنا ما انتظر الدعم من أي أحد وإنما بلشت من ذاتي إنه أشتغل أطور نفسي والحد الآن بعدنا أنا في مرحلة التعلم وأعتبر نفسي دا أطور نفسي هماتين بصورة عامة الدعم اللي إجا توفر عن طريق تعرف إحنا وضعنا بالعراق فالدعم الممكن يتوفر إنه مجرد تشجيع بسيط أو أكو فد فرصة معينة يقولوا لك بيها ويوفروا لك بيها مكان فهذا كان الدعم الثاني اختيار الهدف بعناية وبدقة مع الاعتماد على النفس والتشجيع الذاتي هو أكبر سلاح للنجاح منتظر خلق هذا الهدف واستثمره وساهم في الوصول إلى النجاح مع العلم بالنهاية الهدف النهائي من الحياة هو الفعل وليس فقط العلم لأن العلم بدون عمل لا يساوي شيئا نحن نتعلم لكي نعمل لنتابع هذه القصة آينت اسمها النظارة هي عبارة عن كاميرا بس مو نفس الكاميرات الاعتيادية اللي هي تعتبر RGB سنسر يعني بس مجرد تصور ألوان لا هي تاخذ depth information وياها يعني العمق مال الإيمج الفكرة من عندها انه احنا
ابسط التاسكات اللي نقدر نسويها مثلا نتعرف على الاوبجكت اللي قدامنا، نحدد مكانه، نعرف وين حتى نقدر نتخذ مسار معين حتى بدون ما ننصدم وياه. من نحكي ويا شخص الفاقد البصر عنده صعوبه كلش انه يتواصل ويا ناس، ما يعرف تعابير وجههم، ما يعرف المقابل قدامه شنو جندر مالته، عمره ايش قد، زين. فالنظاره دا توفر له هاي الشغله انه تقدر تتعرف على الاشخاص اللي قدامك، تعابير وجههم، عمره، اضافه الى ذلك تساعده بالحركه حتى ما ينصدم بالاوبجكت اللي قدامه، وايضا تساعده على تحديد الاوبجكتس الموجوده، يعني الاجسام الموجوده قدامه وشنو هذني وش وقت راح تصطدم به، ما غير انه هي تقدر تقرا الاشارات المروريه، الطريق من يريد ينتقل للمنطقه المنطقه وهكذا تساعده بها. بس هو حاليا بعد الحد من مرحله البروتوتايب وبعدني دا اشتغل عليها ان شاء الله. احنا بالماشين ليرنينج عندنا شيء نسميه تيست داتا سيت، انه نجرب عليه الخوارزميات نشوف اذا تشتغل ولا لا، واللي هي امثله انه ما شايفتها، لان نظام الذكاء الاصطناعي فكرته انه شلون يتعلم. عندك في الداتا مثلا اذا اريد اسوي خلينا نقول اوبجكت ديتكشن اللي هو تحديد الاجسام الموجوده، فاني اوفر له داتا، هاي الداتا يدرب عليها وبها الاسم الاوبجكت والموقع مالته وين صاير، يعني في صندوق مرسوم عليه زين، ويحدد له هذا الاوبجكت وين. حاليا بالعالم برا ان الذكاء الاصطناعي دا يشغل او دا يكون هو الثوره الصناعيه الحديثه او الكهرباء الجديده، دا يدخل بكل مفاصل الحياه من موبايلاتنا الى اخره. حاليا احنا بالعراق ما دا يصير عندنا توجه لهذا الشيء، وانا دا احاول قدر الامكان ومجموعه من الشباب هم وياي دا نخلق هذا التوجه او هاي الحاجه للذكاء الاصطناعي هنا بالعراق. واحده من المشاريع اللي حاليا دا اشتغل عليها مو بس النظاره، وعندي ستارت اب يعني مشروع ناشئ دا اشتغل عليه اللي هو طبلة. طبلة هو أول نظام إلكتروني يساعد على ربط مفاصل القطاع الصحي فيما بينها ومشاركة البيانات الخاصة بالمريض، وأيضا يستخدم الذكاء الاصطناعي في مساعدة الطبيب على التشخيص وعلى ملاحظة الأدوية وشلون تفاعلها ويا المريض، وما غير أنه العلاجات ما تدي يستخدمها، وايضا خزنوا بيانات وهاي. احنا هنا بالعراق ما عندنا هذا التوجه، مع العلم العالم كله برا متوجه على شيء ودا يندفع بقوه له. فاي نعم، هي شيء واقع ودا يتطبق هماتين ودا يشتغل بارض الواقع، وان شاء الله بالمستقبل حنشوف اكو نتائج بكي انه تصير بالعراق. قدرة منتظر وحماسه على انشاء مثل هكذا ابتكارات ناجحة اصبحت على ارض الواقع، صراحة لأننا بحاجة ماسة لمثل هكذا تطورات في شتى مجالات الحياة. إضافة إلى ذلك، من الجيد أن نجد مثل هكذا شباب متطور يساهم بخلق هذا التطور والإبداع في مجتمعاتنا. لنتابع نحن وإياكم بقية الحوار مع منتظر. أكبر عائق ممكن يوقف قدام أي شيء جديد بالعراق أو أي مكان بالعالم أنه الناس ما راح تفتهم. هذا اكبر عائق، يعني انا دا اشوفه الصراحه انه الناس ما تفهم انت ايش تقدم بالضبط، انه ايش تسوي، ويشوفوه انه شيء شبه اعتيادي ولا هو في شيء معقد جدا وياخذ وقت هوايه وجهد هوايه وتحتاج خبره سنوات وتدريب على مود توصل مرحله معينه حتى تقدم نتائج. اثناء جائحه كوفيد 19 كورونا اول ما دخلت للعراق وبلشت الحظر، انا كنت مشتغل على خوارزميات بالتعاون مع دكاتره من الاردن ومصر على تشخيص كورونا، الاصابه بكورونا والستيج مالتها عن طريق صور السي تي سكان، زين، وقدمناها لوزاره الشباب والرياضه، المفروض ان وزاره الشباب والرياضه وصلتها لوزاره الصحه بس ما صار اي تحرك عليها يعني بوقتها. انا حاليا اشتغل ويا كود لاب، انا اشوف كفد نصيحه من عندي يعني للجيل مالتنا، جيل احنا حرفيا جيل واعي كلش ودا يحاول قدر الامكان رغم الظروف اللي هو دا يمر بيها والعايشه. فدا اريد اقوله او اريد اوصله انه احنا بحياتنا كبشر مره واحده نعيش، فلازم نكون حريصين جدا باختيار الهدف اللي راح نحاول انه ندعمه او نحاول انه نوصل له او نحاول انه نسويه. لان بكل بساطه المجتمع يعاني او البشر بصوره عامه يعانون من هواي مشاكل، واحنا دورنا كجزء من هذا المجتمع او ترس من التروس الموجوده بالحياه هاي انه نقدر نحل هاي المشاكل ولو بجزء بسيط.
فأنا هذا دا أشوفه، أنه واحد يتعلم ويسعى ويطور من نفسه ويظل يستمر رغم العقبات اللي يمر بيها أو رغم الصدمات اللي ممكن تصير بيه ما يتوقف، حتى يلعب دوره المهم أنه يكون شخص منتج وفاعل ضمن هذا المجتمع، لأن بالأخير إحنا يعني واحد يعتمد على الثاني إن كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وزارة التعليم العالي وكل الجهات هي معنية بدعم هكذا شباب، لأننا بحاجة ماسة لمثل هذا التطور، وهم يستحقون كل التقدير والثناء. في النهاية لن تفشل وفي داخلك نبضاً يراهنك على الوصول، لكن لن تسايرك الدروب إذ لم تحمل بين كفيك اليقين. فكم من أخذته مساحات وعقبات، أخذته تناهيد وأتت به أعاصير، لكنه أبى إلا الوصول. لذا حاول وازرع واترك لك بصمة في هذا الوجود. مشاهدينا، بإمكانكم مشاهدة هذه الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي لقناة الفلوجة. تابعونا الأسبوع القادم. إلى اللقاء.